فترة انتقالية، سيصير أعمال زاد الحكومة المؤقتة لحين بدء انتخابات الرئاسية المقبلة. هل أنت راضي عن الأداء دلوقتي؟ نوعا ما نوعا ما نوعا ما أفضل من الأداء السابق. حاسس عايز يعمل حاجة يعني؟ حاسس ما هيعمل حاجة للبلد في فترة وجيزة، في فترة أجبر عليها، فلازم يعمل حاجة للبلد لصالح البلد المرة المصري. ايه رأيك في الرئيس عدلي منصور؟ رأيي في الرئيس عدلي منصور ان هو بصراحة راجل يعني هو التاريخ بتاعه كان كويس، بس هو اتفاجئ بالسلطة، ما كانش يعني ما كانش عنده الاستعداد ان هو يعني ايه يعمل مجهود. انا من رأيي ان هو يعني ايه مش هو المتحكم الاساسي حاليا في السلطة. رأيي ان هو رقم اتنين مثلا، يعني مش لسه برضه مش رقم واحد. هو يعني ما اتفاجئنا ان هو ما عملش حاجة في مصر، كنا مستنيين منه اكتر من كده، وهو ده رأيي. الانتصار علي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت، راجل محترم، راجل عايز يعيد مصر وينفذ خارج الطريق، راجل احنا كلنا كشعب مصري بنأيده، بالاضافه لانه احنا في وقت ان احنا بنحارب الارهاب، راجل عايز يخلي دوله القانون وليس دوله الفوضى، ونحن بنأيده ان شاء الله، وربنا يوفقه ويوفق مصر وتبقى ان شاء الله مصر الاولى على العالم. شكرا. فخامة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت شخصية محترمة لها كل التقدير والاحترام، رجل بيسعى في الوقت الحاضر لتنفيذ خارطة الطريق وفق ما تم في الإعلان الدستوري. احنا يعني بجواره بنشد على ايده، بنتمنى ان شاء الله ان يجتاز بمصر المرحلة الحالية، المرحلة الحرجة اللي بتمر بها مصر من تطرف ومن ارهاب ومن معوقات كثيرة جدا لعملية التنمية والعملية السياسية في مصر، ونأمل إن شاء الله أن يكون على يديه الخير بإذن الله في المرحلة.